معي على الهاتف السيد محمد، محامي من أبناء جزيرة الوراق، وحضر هذا الاجتماع. أهلا بيك أستاذ سيد. أهلا بحضرتك أستاذ نشأت، أنا برحب بيك وبشكر برنامج العظيم دوت، وبقدم شكري لسيادة اللواء كامل الوزير رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وبرفع شكري للقيادة السياسية السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنا سعيد جدا بالاتصال مع حضرتك يا فندم. يعني أستاذ سيد، حضرتك حضرت هذا الاجتماع، أنت اشرح قول بقى اللي حصل إيه، ولأن أنا عندي معلومات بس هسيبك تحكي ماذا جرى في هذا الاجتماع، وكيف وصل الرئيس تكلم معاكم إزاي؟ تمام يا فندم. اللي حصل طبعا بعد الأحداث اللي مصر كلها عرفتها مع جزيرة الوراق وشعور الناس بالخوف وعدم الاستقرار في جزيرة الوراق في الفترة اللي فاتت من 16/7 لحد ما فوجئنا باللواء كامل الوزير رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بيتواصل معنا وبيطلب مقابلة الأهالي، ونحن نعلم عن الرجل الخير الكثير ونعلم عنه إنجازاته ونعلم عنه الصدق والمصداقية، وكيف أن القيادة السياسية تثق فيه وكيف أن القيادة السياسية تقوم بإنجازات كثيرة. فإذا التقينا بأحد القيادات القوات المسلحة وخاصة اللواء كامل الوزير فاستشعرنا الطمأنينة وشعرنا بشعاع من نور ينبثق على جزيرة الوراق، وشعرنا أن شمس الأمل والنور تطل علينا في نحو حل. يا أستاذ سيد، أنا عجبني بلاغتك اللغوية ومبسوط بيها، خشيلي في النجارة إيه في المكتب بتاع كامل الوزير. إحنا حضرتك دخلنا مكتب اللواء كامل الوزير وهو كان في استقبالنا وكان متواضع جدا معانا، وبدأ الحوار معانا في نحو حل مشكلة جزيرة الوراق، وعرض الامور اللي الدوله عاوزه تعملها بخصوص جزيره الوراق والتطوير اللي هيعود على النفع بجزيره الوراق وعلى مصر كلها، وازاي يبقى مظهرها حضاري. وبدا يضع بذور الخير والاشراك لجزيره الوراق، فتناول عده محاور. اولا عدم التعامل باي عنف مع جزيره الوراق، وان الامور هتبقى تاخد شكل التفاهم. ولذلك اتفقنا على عدة أمور، استمع إلينا سيادة اللواء فرد فرد، وكان واسع الصدر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ثم انتهى اللقاء بزيارة لجزيرة الوراق. وكانت المفاجأة الكبيرة جدا أثناء الاجتماع ونحن جالسون باسم القيادة السياسية العليا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يطل علينا باتصال تليفوني بسيادة اللواء أركان حرب كامل الوزير، ويطلب منه أن يحدثنا عبر الهاتف ويبعث برسالة اطمئنان لأهالي جزيرة الوراق. قال لكم ايه الرئيس يا استاذ السيد؟ الرئيس قال لكم ايه؟ الرئيس حضرتك اول ما كلمنا احنا كنا سعداء جدا، قال السلام عليكم ورحمه الله، وقال يا جماعه عمرنا ما هنيجي على اهلنا، واحنا بنحاول مش هنكون على حساب اي مواطن في التطوير، ودي التزام دوله بندور عليها وهنحافظ عليها. وبشكر وشكرناه وطلبنا منه طلبات معينه، وقال ان شاء الله، وقال أنا بقدم شكري لشباب ورجال جزيرة الوراق. فأنا على الهوى بشكر سيادة الرئيس وعلى تواضعه يا أستاذ سيد، الاتفاق اللي وصلتوا فيه قبل الرئيس ما يكلمكم على تليفون اللي هو كامل، إيه هي بنود الاتفاق اللي تم التوصل إليها؟ في بعض الأمور انتهينا ليها ورحبنا بيها، وبعض الأمور سيادة اللواء إن شاء الله هينزل جزيرة الوراق الأحد القادم بأمر الله لينهي هذه الأمور مع في حضور الأهالي، والطمأنينة تطفي على الأهالي. من هذه الأمور بالنسبة للشواطئ حول جزيرة الوراق، 30 متر حوالين جزيرة الوراق، وكيفية إخلاءهم والتنسيق في الموضوع دوت علشان المظهر الحضاري لجزيرة الوراق،
وايضا تحدثنا بخصوص معتقل جزيره الوراق ومصادر. لا بلاش بلاش كلمه معتقل يا سياده المحامي، هم دول متوقفين طبقا للقانون. كلمه اعتقال دي كلمه صعبه شويه. هو مقبوض عليهم وايضا شمل برعايته انه يعرض امر ايضا والده المرحوم الذي توفى الى رحمه الله تعالى، وايضا بخصوص الاراضي الزراعيه داخل جزيره الوراق وعمل شوارع داخل جزيره الوراق، واهم ما في ذلك كله ان البقاء على اهالي سكان جزيره الوراق وعدم تركهم وان هم يكونوا جزء من هذا التطوير. واحنا بنركز على النقطه دي وبنثق فيها ثقه كبيره جدا، وان محدش هيخرج من جزيره الوراق، وان التطوير هيكون في الاول وفي الاخر لجزيره الوراق، وان مفيش حد هينزل علينا باي حملات او ايذاء لجزيره الوراق، كله بالتفاهمات. وده دوت اللي احنا دايما نعهده على القوات المسلحه المصريه. يعني نقدر نقول الاتصال التليفوني للسيد الرئيس هو الذي اطفأ ما كان في صدور اهالي الوراق من الم خلال الفتره الماضيه عبر تليفون اللواء كامل الوزير، ومنتظرين زياره للواء كامل الى الجزيره يوم الاحد القادم، وان شاء الله يعني بتنتهي هذه الازمه عند هذا الحد، يكون درس لكل القيادات التنفيذيه والقيادات المحليه انه كل مشكله ولها حل، شرط ان يكون هناك وعي ويكون هناك يعني طريقه سياسيه وطريقه منطقيه لايصال الحقائق للناس والاستماع مباشره إلى الناس. شكرا للأستاذ سيد محمد المحامي من أبناء جزيرة الوراق.